نرجع لمعسكر النادي الاهلي في السعوديه ولقاء مع رائد الوزناني مدير العلاقات العامه والاعلام بمقر اقامه النادي الاهلي، ونرجع نكمل كلامنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في المملكة العربية السعودية وطن الجميع ومحضن الأخوة والأشقاء ودار العروبة والعطاء، وفي فندق لوريف نرحب ببعثة النادي الأهلي المصري، الفريق الكبير والاسم العربي صاحب الإنجازات العظيمة. نشكر بعثة النادي الأهلي ونشكر الاتحاد السعودي بأن أعطونا هذه الثقة نستضيف هذا الفريق الكبير ويكون مقر إقامتهم في الطائف. في الحقيقة مدينة الطائف تحظى باستضافة عدد من البطولات، سواء البطولة العربية والسوبر الأفريقي. النادي الأهلي نادي كبير وعظيم صاحب جماهيرية عريضة في جميع أنحاء العالم، ونتمنى أن يكون البطولة من نصيب النادي الأهلي ونفرح فيها مستقبلا. الجماهير المصرية في جميع أنحاء العالم زي ما ذكرت، بالطائف عدد كبير من الأخوة المصريين المقيمين في هذه المدينة، وفي المملكة بصفة عامة عدد كبير إن شاء الله بيكون الحضور في الملعب التي يتسع ل20,000 متفرج. أتوقع أن ال20,000 حيكونون مصريين ويساندون النادي الأهلي، النادي العظيم، النادي الكبير، صاحب الإنجاز العظيم. هذا دليل واضح أنه صاحب جماهيرية عريضة. إذا نزلت التذاكر في خلال أقل من 7 دقائق ونفذت، فهذا دليل أنه الأهلي فريق حيثما حل يكون له الأسبقية وله الحظ الأكبر في التذاكر وفي الحضور. كل الاحترام، والاحترام متبادل دايما بيننا وبين أشقائنا في المملكة العربية السعودية، يعني أخواتنا في العروبة والمملكة العربية السعودية الجارة الجميلة، يعني اللي كل المواطنين المصريين اللي عايشين فيها حاسين بكل شيء.